متواجدون في مبادرة رمضان بنسخة بلدي العربي في النسخة الثالثة فئة 5 سنوات إلى 8 سنوات. إذن لجنة التقييم تحية كبيرة للأستاذ المسرحي خالد سنين والصحفية والمراسلة لعدة وسائل إعلامية ثانية لتيم اللي تعذر عليهم اليوم بنيتنا، لكن تحية ليهم. أفضل المقاطع في تتبيعها المرتبة الأولى التلميذة ميار سيل قسم التحضير رأس بل ولاية بنزرت. تفضلي ميار. تفضل تحضيرها ممثلة جديدة بالبلد بنت صغيراتك. صحيح يا ميار، فرحانة؟ فرحانة بلد. وبتتعود المقاطع؟ وليش تحب تسجل المقاطع وتكتب النص وحدك وتحب وحدك وتعرف تتعامل مع الكاميرات بتاعت التليفون؟ احكي لنا شوية عن نفسك. الناس اي حاجة. برافو يا ميار، تصبح حلا على ميار. ثلاثة جوائز المرتبة الأولى تابليت وانخراط في منصة التدريب وتوفي فاضلها ذكرى حلوة من المسابقة هذه. المتوجة الثانية مريم أشرف الجيمة على المدرسة التونسية علمني عن بعد. تصفيقة على مريم أشرف الجيمة المتوجة بالمركز الثانية. عميقة تتكلم فترة تسلك النهار عن بعد. مع السلامة. ويني مريومة؟ مريومة تقرا في السعودية، تقرا في مدرسة علمني عن بعد. تعليم تونسي، تقرا سنتين ثلاثة أعمال ثانوية. ليش حاطط رايتها؟ كما سبقة رمضان لنفحة بلد العربي توعدنا توعد أهلي يجي صدر تردي تعمل فيديو وتفتردي إن شاء الله. ألف مبروك مريم أشرف الجيمة مجلسة تونسية علمني عن بعد. هل تشوفوا في الصديقة على مصيبة مع رمضان لنفحة بلد العربي في حدود أرض الوطن؟ إذا بقية الأعمال المتوجة المادة الثالثة السكرونة ألي بن شفيق بن جليلة مدرسة أبو القاسم الشيبي دوز ولاية قبلي. موجودة ألي؟ ألي موجودة؟ مرحبا يا ألي، ألف مبروك. بعد صف عليها صف عليها. ألي فازت بالخيرات منصة التدريب. المرتبة الرابعة مريم البرايت المدرسة الابتدائية ولاد عزيزة المقيم ولاية المنسفين. حضر روحها مريم البرايت تصفيقة كبيرة عليها. عفلينا يا مريومة. البنوتة لين كريت وأسين كريت المدرسة الابتدائية بليلة ولاية قفصة. موجودين معانا؟ شجعوهم شوية. كرسي تمرير. انتوا لينا قديش عمرك يا لينا؟ 7 سنوات. وانتي اسمي؟ فرحانينا بس ليه فرح؟ صحيح تعرف سيرتها شجع اصحابك. صحيح يعني برافو. اهل الكرم والزور كفتر يعطيكم الصحة. التلميذة لينا بن عمر روضة مريم ولاية سيدي بوزيد. تصفيقة حالة على لينا. عفلينا يا روشة.
مساعدة الهلال الأحمر صحيح تشوف عليه الهلال الأحمر بارك الله على بنتي تبارك الله هاي ألف مبروك مريومة لينا بن عمر روز مريم ولي سيدي بوزيد ملك البيني ملك البيني المدرسة الابتدائية حي الحدائق البنيينة ولاية الساحل تصفيقة كبيرة على ملك البيني صحيح صحيح يا ملك صحيح محليها محليها الفرحة تعيين صغيراتنا هذيك المطلوب وهذيك عليك احنا نعمل حفل ختامي كما هكا بس الصغيرات يحسوا بقيمة العمل اللي قاعدين يعملوا فيه ومحليها صغير في عمر 5 سنين يقول لك نساعد في الهلال الأحمر ما شاء الله لصغيراتنا طيب نشير سوا المتوجهين في مبادرة رمضان بنفحة بلد العربي النسختين في 8 إلى 15 سنة كالعادة تحية كبيرة لجنة التقييم الأستاذ المسرح خالد جنين والصحفية تهاني لميل المرة الأولى يفوز بها التلميذ أحمد الغزلاني مدرسة الحكمية تقويم أحمد الغزلاني ألف مبروك يا أحمد براءة المرة الثانية براءة جيسني مدرسة الابتدائية جديدة زهود ولاية جفصة تحية براءة وليد بن محمد أبرار وليد التلميذة وليد بن محمد مدرسة أبو قاسم السيدي دوز ولاية الدلي أحسنت يا ولي أحسنت أبرار العيدوجي المدرسة الابتدائية لقراءة جربة ولاية لبنان ألف مبروك أبرار يعيش يعيش بعد أحلام أريد الويب شكرا لك تحيات أبرار عشت شوية أبرار أحلام خشوش المدرسة الابتدائية حي الحديقة الحديقة بنيانة ولاية الساحل ألف مبروك مازال في ولاية الساحل المدرسة الابتدائية سيدي عباس إياد فؤاد تعبان ألف مبروك موجود إياد فؤاد تعبان نمر الآن إلى المتوجهين في مبادرة رمضان بنفحة بلد العربي النسخة الثالثة في مبادرة روبورتاجي تراث بلادي لجنة التقييم المدرب في الإنتاج الصناعي البصري والتحضير والحكواتية سهير الجيد محمودية سهير تفضل معنا تفضل سهير تفضل
لا هو انا دي معلش نسمي فيهم نجم تقييم، وحتى اذا كان يكونوا ما همش موجودين خاطر عمل جبار يقوموا فيه في الفرز، وانهم ايضا محطه صغير، وانهم يختاروا الزبده، الزبده بتاع المسافرين بالسياح محطه صغير من التكنيك هذا. ألف مبروك الحكمة هي سهير الجيد، الجيد لجنة التحكيم. احكينا شوية عن الخدمة بتاعكم، سهلة على الآخر. إي النسخة الأولى وأنتي بلشت التقييم، هذا نسألك سؤال، فما إقبال كبير بين النسخة الأولى والنسخة الثالثة، نحب نسألك بالنسبة لتطور الأداء بتاع الصغار، تطور على النسخة الأولى ولا لا؟ تو بس كان في جميل مسابقات كما هكا، نعملوا دورات تقنية ونجيبوا اللاعبين الناس خاصة المشاهير اللي لازم يعاونوا صغير كيفاش يعمل ريبورتاج، كيفاش يتصور، كيفاش زاوية التصوير، كيفاش يقف قدام الكاميرا، كيفاش لغة الجسد بتاعه التعامل مع الكاميرا. في النسخة الثالثة كنت تذكروا اللي حضروا معنا عن بعد، كنت معنا صفية حميوي، كان معنا حمزة البلوني، كنت معنا سلوى برهينة السيد، هذو ما عاونونا برشا باش أن الصغيرات أثرناهم، حاولنا نأثرناهم باش نديروا فوتاج بتاعهم يكونوا في المستوى ويكونوا في المستوى إلا حدث. المرة الآن أيوة المسرح لاتخاذ جوزي، والله برشا تعدي المسرح لاتخاذ جوزي، زيد حضر معنا سي علي باني، برشا برشا حضروا معانا، برشا حضروا معانا، وكما قلت لكم الموسيقى هي وطنية لكنها فاتت حدود الوطن، وإن شاء الله لما لا في النسخة القادمة يكونوا عندنا مؤثرين وإعلاميين وصناع محتوى عربي إن شاء الله. طيب الآن نمر إلى الفائز الأول في ريبورتاجات تراث بلادي، أهلي جزويري المدرسة الإعدادية النموذجية خطنا دار المنطقة الجهوية للتربية تونس الحسنين، ألف مبروك. أريد كلمة صغيرة تذكر الريبورتاج بتاعك شنو كيف فيه؟
حكيت على مدرسة الحيوانات، عرفتها من عشرة كده، وعرفت المعالم الأثرية الأثرية في المعرض، واستفدت من الدورات الكهنية. أنت تابعت معنا الحلقة بتاع إنصاف اليحيري مثلا وتحمس البندوري المراجعين بكل تبع بيئة لا تستطع. طيب قمر أرعى المنطقة الابتدائية خاصة فقرات ولاية تونس، ألف مبروك. قمر ما شاء الله كبيرة الحبوبات في القمر فرحانة اليوم. أحسن لك شوية شو عملت في الروبوتات بتاعك؟ أنا يا عيني خبرته طوالا بتوقع تروح محفوظة هيدا تكون انت معاك عظيمة. أنا مثل البابين أنا بتعطيك الكلمة وحبك تدخل لنا رايك في مسابقات كنا حكا. أنا فرحان بالبابين. السلام عليكم. أنا فرحان بالبابين الجزائري استفاد الجزائريات هذول الجزائريين لحد الأخير صلوا عليهم نحن نشوفوا كيف وهذا هو من بين الأهداف بتاع المسابقات هذه تعزيز الانتماء العربي الإسلامي للصفر. يعطيك الصحة يا بيبي. ذكرى عيسى زنوبيا الأعداديه لبنات دولة البحرين شمسي بكالهم تصريف عليهم بس قل دولة البحرين تصريفة كبيرة بس كل اللي بتمكنها فانا جاهزة ان شاء الله توصلها وما لازمش بالسياح بس امتنان نزار عبد القادر مدرسة الصبح حسين بالمطوية ولاية جابت ألف مبروك تصريفة كبيرة على امتنان الفبروت انسينيز. هل تستخدم فلوكوتا الساعة انسينيز؟ عندي حلوها. ايه؟ يعني صحيح. عرفنا بالقطع اللي مفتوحة مسمارة اللي هو في بلدنا وفي كل تلك وعليكم تحكي عليها البنوتة. هل تحكي عليها؟ انت أفضل؟ ليه؟ ما نحكي وتحناهوني ما صلى على بنتي عملة الرسلتات رفقة جيدة لست تحكي عليها. أولي سنة عليها. أنت سنة القطة مراحل السمعة بتاعها. بطل على بنتي. عن قصة شوية. يعطيكم الصحة يسرح لو أخضر ما برنا يعطيكم ألف صحة يسرح لو بثقة كبيرة شفا بعضنا بثقة كبيرة ألف مبروك يا إنسينين يعطيك الصحة بيك بعد إنسينين سمعنا ميتين الطيب لمدرسة الابتدائية نهج جدود قصة ولاية قصة بثقة كبيرة على ميتين الطيب ألف مبروك يا ميتين. شو خدمت ميتين في الروبوتات بتاعك؟ شو هو التراث اللي خدمته؟ صحيح يا ميتين الصيد اللي خدمت على الحمية القصي. أحمد بن أرون الغزلاني مدرسة الحماية زغوين ولاية زغوين ما شاء الله عليه أحمد بن زوج مسابقات ما لا ديما متألق يا أحمد
أحمد فرحان ولا ليه؟ قديش فرحان؟ ليش لا تفرحان؟ خشف طبقات وخشف؟ ها؟ تحب كل مراتب الأولى؟ تحب كل مراتب يا أحمد؟ يلا تصفيق كبيرة على أحمد أنور المطلين. رايين الصيادي المصر الابتدائية نهج ميلود ولاية قصر. رايين هو ميسين هذا؟ رايين الصيادي مبروك يا رايين. فرحان رايين. رفيق على رايين. تفضل. ميسين محليها في عائلة كلها تشارك والاخوات الزوج يفوزوا محليها رايين هو ميسين. صحيح يا ريان برافو يا